يبدأ حال المؤمن في العبادة قبل أن يأتي فراشه، إذ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاة العشاء يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا قبل أن يأتي فراشه. وقد قلنا مرارا في دروس لنا سبقت، لو أن المرء منا رجلا كان أو امرأة توخى شيئا يصلي عليه كان على مقربة من فراشه، فإذا هم بأن ينام قبل أن يترك دنيا وراءه ليرقد يجعل آخر يومه قبل أن ينام ركعات كما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المرء إلى فراشه، أول ما يلزمه أن ينوي أنه يقوم يصلي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى فراشه ونوى أن يصلي ثم نام كتبت له الصلاة وكان نومه صدقة من الله عليه. أين المصيبة؟ أن يأتي أحد عياذا بالله إلى فراشه لم يصلي قبلها ولا ينوي أبدا أن يصلي، والناس في هذا عياذا بالله دركات. فمنهم من يأتي إلى فراشه وقد بيت أن يقوم الفجر لكنه لم يبيت أن يقوم الليل، وهذا قد لا يصل حده إلى الإثم لكنه ليس من العابدين وإلى الغفلة أقرب. وآخرون يأتي أحدهم إلى فراشه وقد بيت أن يصلي أن يقوم ليصلي قبل صلاة الفجر، فهذا الذي لو غلبته عيناه ونام كتب الله له أجر الصلاة كما مر معنا في الحديث. يبعث الإنسان من نومه. الأصل أن السنة أن يتسوك ويقرأ خواتيم آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخرها، وهن عشر آيات. ثم يصلي ركعتين خفيفتين، ولو بدأ بركعتين طويلتين فلا حرج، فكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا بدأ بركعتين خفيفتين كان أكمل في حقه وأكثر اتباعا لأكثر فعله صلوات الله وسلامه عليه. ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي، والأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى، الله يقول: وقوموا لله قانتين، والقنوت إطالة القراءة في الصلاة. فإذا أطال القراءة في الصلاة أطال السجود والركوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سجوده وركوعه قريبا من قيامه. إذا خفف السجود إذا خفف القيام خفف في الركوع والسجود، وإن أطال في القيام أطال في الركوع والسجود صلوات الله وسلامه عليه. ثم يوتر، والوتر له طرائق: إما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بواحدة، وهذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن سلك هذا الطريق هذا الهدي سن له أن يقرأ بسبح والكافرون وقل هو الله أحد. الحالة الثانية أن يوتر بخمس، فإذا أوتر بخمس لم يجلس في واحدة منهن إلا في آخرها، لم يجلس إلا في واحدة منهن في آخرها. الحالة الثالثة أن يوتر بست وسبع، بمعنى أنه يأتي بست سردا ثم يجلس ثم يقوم للسابعة ويجلس بعدها ويسلم. الحالة الرابعة أن يجعل قيامه ثمان ركعات سردا ثم يجلس في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة فيجلس كما جلس في الثامنة ثم يتشهد. هذه أربع طرائق ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتره في الليل صلوات الله وسلامه عليه. وقد بينت أن اللقاء إلى الفقهيات
أقرب منه إلى الإيمانيات، لأن المقصود